شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي على أن الدبلوماسية تبقى الملاذ الأخير لتجاوز الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط وإنهاء الحرب الحالية. وأكد ميقاتي خلال مؤتمر صحفي في بيروت أن لبنان متمسك بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة. أكيد نحن لن نتقاعس لحظة عن متابعة هالدور الدبلوماسي، ونحن ما عندنا خيار إلا من خيار دبلوماسي. إذا بتلاحظ من أول ما بلشت وقلنا تطبيق 1701 تطبيق كامل تلتزم الحكومة فيه، وأنا بمجلس الأمن كمان ذكرتها بكلمتي، وكل اللبنانيين عم تأكد على هذا الموضوع، لأنه قلنا مهما طالت الحرب ومهما صار بالنهاية بنرجع 1701، فبالتالي خلينا نوفر الدماء ونوفر اللي عم بيصير ونروح على 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 تطبيق الاتفاق، لأنه نحن لبنان لا يزال يؤمن بالمجتمع الدولي، يؤمن بالشرعية الدولية، يؤمن بالأمم المتحدة. بوقت غيرنا كله لا يؤمن إلا بشريعة الغاب وشريعة القوي اللي عم تاكل الحق للضعيف.